بعد ما عملنا مواجهة الموزاسورس والميجالدون، كان في طلب كبير على مواجهة حوت الليفايسن والميجالدون، بس علشان نحط الليفايسن في مواجهة الكرش العظيم لازم في الأول نتأكد هل هو ند حقيقي ليه ولا لأ، فكان لازم نحطه مع الموزاسورس، ولو انتصر على الزحف البحر العملاق ده هيتأهل لمواجهة الميجالدون، طبعا تنافسا على لقب ملك البحار القديمة. لو بقى حوت الليفايسن خسر من الموزاسورس هنعلن رسميا تتويج الميجالدون. فحاليا في أسئلة كتير، مين هو حوت الليفايسن؟ وهل هو عاش مع الموزاسورس علشان يتقاتلوا ولا لا؟ ويا ترى لو تقاتلوا مين اللي هيفوز؟ فما تقلقش يا عزيزي المشاهد، كل التساؤلات دي هنجاوب عليها ان شاء الله في الفيديو. وطبعا يا صديقي انت لو بتحب الكائنات المنقرضه خصوصا لو في الميه، احب اقول لك ان القناه دي معموله علشانك، فما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد من نفس المحتوى. حوت الليفايسن جد حوت العنبر من 10 مليون سنة. الليفايسن في الوقت ده كان واحد من أخطر المفترسات، وطبعا كان موجود مع الميجالدون في نفس الحقبة الزمنية. الغريبة بقى إن رواية موبي ديك معمولة على حوت الليفايسن مش حوت العنبر، لأن مؤلف الرواية هيرمان ميلفيل هو نفسه اللي اكتشف حوت الليفايسن، وحاليا الحوت ده اسمه العلمي ليفايسن ميلفيل. طبعا ده نسبة لمؤلف رواية موبي ديك. هو حوت موبي ديك كان عملاق، لكن الفرق بينه وما بين حوت الليفايسن الواقعي مش كبير قوي، لان الليفايسن برضه كان كبير في الحجم. وطبعا اكيد من الحاجات المهمه عند الليفايسن هي الاسنان الطويله الحاده، ودي بتغرس بعمق كبير في الفريسه. يعني مثلا لو قلنا ان جلد الموزاسورس سميك، لازم نذكر معاها ان اسنان حوت الليفايسن حاده وطويله، فما عندهاش اي مشكله في اختراق الجلد السميك. وحاجه ثالثه غير الحجم والاسنان هي الديل العضلي القوي، ان ضربه واحده من ديل الليفايسن كفيله انها تسبب اضرار كبيره لاي مفترس يقرر انه يواجه حوت الليفايسن. الموزاسورس طبعا ده كائن غني عن التعريف، واتكلمت عنه كتير قبل كده، وده واحد من اقوى الزواحف البحريه لانه طبعا حجمه كبير وبيمتلك سرعه كبيره في الميه، وده راجع للديل الطويل بتاعه. بس عايزك يا عزيزي المشاهد تنسى خالص الموزاسورس اللي انت شفته في فيلم جراسيك وورلد، لان اللي في جراسيك وورلد حجمه اكبر وفكه اضخم وجلده اسمك. انا مش بقولك ان الموزاسورس الواقعي ضعيف، لكن انا عايز اوضح لك ان الفيلم عطاله صفات اقوى من صفاته الواقعيه، لكن ده طبعا ما يقللش ان الموزاسورس كمفترس بحري، لانه في العصر الطباشيري كان بيصطاد اسماك الكرش والزواحف البحريه التانية وحتى الافراد الاخرى من نفس فصيله الموزاسورس، يعني هو عنده خبره قتاليه كويسه. بس الفكره ان القتالات اللي كان بيخوض فيها الموزاسورس كانت بتبقى مع منافسين مش اقوياء، يعني مثلا حوت الفايسن كان بيتقاتل مع الميجالدون وساعات كان بيفوز وساعات تانية كان بيموت. فلما تقارن قرش الميجالدون بالمفترسين اللي كان بيواجههم الموزاسورس اكيد التفوق هيكون للميجالدون، فممكن نقول الخبرة القتالية للموزاسورس لحد ما كويسة، لكن طبعا خبرة حوت الفايسن كانت كبيرة لان المنافس كان اقوى. فبعد ما عرضنا على السريع حوت الفايسن وعلاقته برواية موبي ديك وشرحنا مين هو الموزاسورس المختلف عن الافلام، تعالوا نتجه للمقارنة علشان نعرف مين اللي هيتفوق على التاني في الصفات. طبعا يا عزيزي المشاهد انت عارف هنبدأ بيه. ايوه برافو عليك. اولا من ناحية الحجم، للوهلة الاولى انا كنت معتقد ان حوت الليفايسن هيتفوق على الموزاسورس وكمان بفرق كبير، بس اتضح ان الاتنين قريبين جدا من بعض في الطول، ده ان ما كانش التفوق للموزاسورس، لان طول جسم الموزاسورس حوالي 18 متر لكن طول حوت الليفايسن 17 متر بس. لكن على الرغم من كده نقطة الحجم هتروح لحوت الليفايسن، لأن الفرق في الوزن بينه وما بين الموزاسورس كبير، وزن الموزاسورس حوالي 14 طن، أما وزن حوت الليفايسن حوالي 45 طن، وفي أبحاث بتقول إنها بتصل ل 50 طن. واللي مخلي طول جسم الموزاسورس مش متناسق مع حجمه هو الديل الرفيع بتاعه، لأن الديل ده طويل وخفيف. هو الديل زود في طول الجسم وزود في السرعة، لكن وزنه مش كبير. علشان كده لو قارنا ضرب الديل الموزاسورس بضرب الديل حوت الليفايسن، اكيد ضرب الديل حوت الليفايسن هي اللي هتكون الاقوى. بس نظرا ان وزن حوت الليفايسن اكبر بكتير من وزن الموزاسورس، نقطه السرعه هتروح للموزاسورس وكمان بفرق كبير، لان سرعه الموزاسورس في الميه كانت جباره، ممكن تصل ل 42 كيلومتر في الساعه. طب يا جيو وهي السرعه دي كبيره؟ ده انا على الطريق السريع بمشي فوق ال 130 وتقول لي 42 سرعه جباره؟ في الحقيقة عزيزي المشاهد ان كان بحجم الموزاسورس ده ويمشي بالسرعة ديت هقول لك ايوه 42 دي سرعة كبيرة، ده غير بقى لما تقارنها مع حوت الليفايسن هتعرف الفرق الواضح.
لان سرعه حوت الليفايسن حوالي 22 كيلومتر في الساعه، وده كحد اقصى، يعني سرعه الموساسورس حوالي الضعف. وطبعا التفوق في السرعه هيكون مفيد جدا ليه. لكن طبعا لما نتجه لصلابه الجسم وقوه التحمل، للوهله الاولى كنت معتقد ان الموساسورس هيكون الاقوى، وده بسبب العقل الباطن اللي بيصور لي الكلام ده، لان كل معلوماتي عن الموساسورس متخزنه من فيلم جراسيك وورلد، فانا بسترجع الصوره دي في خيالي وبفتكر ان جسم الموساسورس كان سميك جدا ومليء بالنتوءات، فعلى طول هعتقد ان الجلد بتاعه سميك ولا يخترق، بس في الحقيقه هو جلده عادي زي الحيتان الحاليه، مش زي التماسيح خالص. وعلى الناحيه التانية حوت الليفايسن وزنه اضعاف الموساسورس، فاكيد قوه التحمل وصلابه الجلد هتروح لحوت الليفايسن. لكن من ناحيه قوه الفك هيكون في شويه كلام، يعني مثلا حده الاسنان وعددها هتروح للموساسورس، لكن الصلابه وطول السن هيتفوق فيه حوت الليفايسن، علشان كده قوه الفك ما بين الاتنين قريبه جدا. بس لو هنضطر نقول مين اللي هيتفوق، ساعتها هيكون حوت الليفايسن، هو مش بفرق كبير ولكنه مازال متفوق. اما بقى من ناحيه الخبره القتاليه، فزي ما قلت لك يا عزيز المشاهد، خبره حوت الليفايسن كبيره بسبب القتال مع الميجالودون، وانا عارف ان في ناس كتيره مستنيه المواجهه دي، بس برضه الموساسورس كان بيتقاتل مع القروش الصغيره، فممكن نقول ان نقطه الخبره القتاليه ما بين الاثنين متساويه، وده بيصعب عمليه الحكم اكتر واكتر. فمن المقارنه على الورق واضح ان الموساسورس بيتفوق في السرعه وطول الجسم، لكن حوت الليفايسن هيتفوق في صلابه الجسم وقوه الفك. فخلونا يا اصدقائي نتجه لسيناريو القتال علشان نعرف هل الميجالودون ليه منافس ولا لا. الليفايسن كان بيسبح ببطء في الميه عادي جدا ولا في باله اي حاجه، وعلى الناحيه التانية الموساسورس شايف حوت الليفايسن وبيراقب الوضع من بعيد، وقرر انه ينطلق بالسرعه بتاعته الكبيره ويباغت حوت الليفايسن، وبالفعل انطلق. وعلشان الموساسورس السريع عرف انه ينزل باسنانه حاده في جلد الحوت السميك، والليفايسن ساعتها اتالم جدا، بس اكيد ما ماتش لانه قوي جدا من الناحيه البدنيه. فبعد عن الموساسورس وعمل حركه بهلوانيه سريعه، بفضلها عرف انه يرد ضربه الموساسورس بعضه فك قويه، والعضه دي سببت اصابات بالغه جدا. بس علشان الموساسورس سريع عرف انه يفلت بسرعه قبل ما الاسنان توصل للاعضاء الداخليه وتخلص عليه تماما، وفضل القتال مستمر لدقائق معدوده. الموساسورس يضرب من هنا يروح الليفايسن يرد عليه من الناحيه التانية، لحد ما الليفايسن اتصاب جامد جدا، ولكن ده بعد ما قتل الموساسورس، لان جسم الموساسورس مش هيستحمل عدد كبير من عضات فك حوت الليفايسن. وعلى الرغم ان حوت الليفايسن اتصاب جامد في القتال، ولكنه في النهايه هو اللي انتصر. واضح من سيناريو القتال ان الليفايسن هو الاقوى، وده ببساطة يا عزيزي المشاهد راجع لقوة فك حوت الليفايسن وصلابة جسمه، والعاملين دول هم أهم حاجة في أي مواجهة. وأنا منكرش إن سرعة الموساسورس وأسنانه الحادة كانوا فعالين جدا في القتال، بس طبعا لو اتحط في مواجهة مع حوت الليفايسن بنسبة 60% الموساسورس هيموت، ده طبعا بعد ما يسبب إصابات بالغة للمنافس. ومعنى إن مواجهة النهاردة انتهت بفوز حوت الليفايسن، فكده كرش الميجالودون لحد دلوقتي لم يعلن ملك البحار القديمة، لازم يواجه حوت الليفايسن في الأول، ولو عرف القرش العملاق إنه يتغلب على الحوت الجبار، ساعتها نقدر نقول إن ملك البحار القديمة هو الميجالودون. لكن الأهم يا عزيزي المشاهد دلوقتي إنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان لما المواجهة تتعمل يوصلك الإشعار. وطبعا يا صديقي لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك المشجع، ولو عندك أي تعليق أنا مستعد أشوف كل تعليقاتكم. وبس كده دي نهاية الفيديو، بشكركم جدا على المشاهدة وسلام.